للمزيد حول زيارة البابا فرانسيس للعراق ينضم إلينا من ذي قار مراسلنا أحمد السعيدي. أهلا بك أحمد، كيف تجري الاستعدادات لزيارة البابا وما هي ردود فعل سكان ذي قار على هذه الزيارة؟ مرحبا آية، مساء الخير لك ولجميع المشاهدين. هنا استعدادات مهمة في محافظة ذي قار. الحكومة المحلية في محافظة ذي قار شكلت لجنة عليا من جميع مدراء الدوائر الحكومية وبرئاسة محافظ ذي قار لمتابعة هذه الزيارة والاطلاع يعني على كل التدابير الخاصة بهذه الزيارة. هذا على جانب الحكومة المحلية. أما الحكومة الاتحادية فقبل أيام زار المدينة وفد أمني عالي المستوى، وربما يعني هناك مصدر ذكر أن في هذه الزيارة كان هناك وفد أمني من دولة الفاتيكان للتحضير وللتهيئة لزيارة البابا. وزيارة هذا الوفد أيضا تؤكد أن الزيارة قائمة، خصوصا أن اليوم يعني دولة الفاتيكان أصدرت يعني تقويما لهذه الزيارة. المدينة الأثرية في مدينة أور الأثرية يعني شهدت العديد من المشاريع الجديدة والتي قامت بها مؤسسة إيطالية اسمها مؤسسة ألا في مشروع اسمه مشروع سومريون. هذا المشروع سيستمر لسنتين، يشمل مدينة أور وبعض مناطق الأهوار، أي المناطق التي انضمت إلى لائحة التراث العالمي. نعم. ويبدو أن زيارة البابا عجلت من المباشرة بعدد من هذه المشاريع. أهم هذه المشاريع هو يعني تشييد علامات دلالة في المدينة الأثرية وبناء مركز لاستقبال السائحين سيكون في مدخل المدينة الأثرية. وهنا أيضا انطباع جيد من قبل المواطنين، يأملون أيضا أن تحظى مدينة الناصرية ومدينة أور الأثرية باهتمام كبير من قبل الحكومة الاتحادية وأيضا نعم. شكرا جزيلا.